راكب مع عم احمد. عم احمد ايه بقى؟ سعيد. احمد السعيد من بشله متغمر الاهليه. والراجل دلوقتي راكب الجرار وبيعمل العمليه الاولى في توضيب الارض لزراعه القمح، صح كده عم احمد؟ مظبوط. تعمل انت ايه بقى دلوقتي؟ تجهيز الارض لزراعه القمح. الاول بنحرطها. ايوه. وبعد كده بندرفلها. وفي طرق كتيره للزراعه. اما بالتخدير، التخدير دي ان احنا بننزل عليها ميه بعد 10 ايام. بنحرطها وبنبدر التقاوي ونزحف عليها، ما شاء الله بتطلع 100 100. انت النهارده بقى تعمل ايه؟ النهارده هنحرطها وهندرفلها وهنبدر التقاوي وننزل عليها ميه. دي من ضمن المبادره بتاعه ازرع اللي عاملاها التحالف الوطني. أيوة مش كده؟ ايوه. ودي مش اول ارض، في اراضي كتير. لا كتير ما شاء الله. طب بتفرق معاك المساله دي في ايه بقى يا عم احمد؟ للامانه يعني بالنسبه لايه؟ يعني المبادره بتاعت ايه بتاعت ازرع دي تفرق معاك في ايه؟ فرقت معانا كتير طبعا، انها وفرت لنا القمح. بدل ما نجيب من مخازننا التقاوي تقصد؟ التقاوي. بدل ما نجيب من مخازننا ونسبه الانبات تبقى قليله ونسبه الانتاج قليله. دلوقتي احنا المبادره دي ما شاء الله بتجيب لنا تقاوي من مراكز البحوث ومن محطات الغربله، تقاوي نظيفه. وخاصه مرحله بتاع محطه شربين ما شاء الله التقاوي بتاعتها نظيفه جدا. ونسبه الانتاج بتبقى عاليه، الفدان بيخش له في اقل حاجه خالص القراط اردب. القراط اردب. ما شاء الله. قبل كده كان كام؟ قبل كده كان 18، كان 15، كان 10 زمان. لكن ما شاء الله دلوقتي القراط متوسطه اردب. في الفدان يعني 24 اردب. يعني كويس المبادره دي بالنسبه لكم؟ ما شاء الله مبادره جميله جدا. طب وهي ماسكه القريه كلها ولا لسه يعني يا فندم؟ انتم السنه اللي فاتت صح؟ يا فندم. السنه دي اتعممت والمحافظه كلها كان فيها نفس التقاوي. ففي ناس استعجلت واشترت بدري. على ما جت التقاوي الجديده بقى اللي هي بتاع مبادره التحالف الوطني، كان في ناس كتير اشترت، بس ما شاء الله احنا نفسنا زارعين من التقاوي. هو بره بتتباع بكام وانت خدتوها بكام؟ هي بره بتتباع ب 550 وب 600. احنا واخدينها ب الشكاره 30 كيلو. احنا واخدينها ب 275. الشكاره بتزرع نص فدان، يعني وفرنا في الفدان 600 جنيه. طب في مقابل ان هو بيديها لك تقريبا بنص بنص الثمن. بنص الثمن. ايوه. هو بياخد حاجه يعني بيتعامل معاكم في حاجه؟ لا. في معادله معاكم في؟ لا لا لا، هو كله بيعمل لصالح البلد. بيديلك لصالح الارض، لصالح عشان يحببك ان انت تزرع قمح. بالظبط. يقلل عليا من مصاريفي. طب انت الاول قبل المبادره دي كنتوا انتوا برضه نفس المساحه اللي بتتزرع ونفس اللي بيسموها كده الاقبال على القمح؟ على القمح. بس كان عندكم مشاكل؟ كان عندنا مشاكل في التقاوي لان ما كناش بنلاقيها متوفره، انما السنه دي التقاوي متوفره ولغايه دلوقتي في تقاوي في الجمعيه. اللي عاوز يزرع احنا عندنا في جمعيه بشله تقاوي في اطار المبادره. في اطار المبادره تزرع دي ب 275 جنيه شكاره. ما شاء الله كميه كبيره، يعني لو حد عايز يزرع هي موجوده برضه. طيب شغل بقى الموتوسيكل بقى الاوتومبيل. كنا من واحنا صغيرين بنقول عليه كومبيل. اسمه الاوتومبيل. ايوه الاوتومبيل. وانت هنا باسم الجرار. اسمه الجرار. بشله برضه تبعنا جنب تفانى الاشراف اهو. ايوه انا تفانى الاشراف اصلا. طب تاخد قد ايه بقى في الوقت يعني؟ في الوقت؟ الفدان بياخد له اربع ساعات. الفدان بياخد له اربع ساعات. انت على وشك تخلص اهو. خلاص احنا قربنا نخلص. بقول لك يا عم احمد، وانت سايق الجرار كده ابو اردان بيقعد يتنطط حواليك، هو انت مش ممكن يجي تحت الجرار؟ لا لا، اولا انا بحافظ عليه قبل ما يحافظ على نفسه، لان ابو اردان ده يعتبر يعني ما شاء الله زي ما بيقولوا صديق الفلاح. بيعمل لك ايه بقى ابو اردان ده؟ بينقي الارض من الديدان والطعم السام. بيجري ورا الجرار كده على طول. رزقه. ده رزقه. ربنا جاي له رزق في المكان ده. الضفادع اللي بينقي يعني. مش كانوا زمان بيصطادوا ابو اردان ده؟ كان زمان. دلوقتي لا. دلوقتي لا، احنا يعني بنحافظ عليه. يعني دلوقتي اللي يصطادوا انتوا تزعقوله. طبعا. وبنحافظ عليه يعني والله اكنه، واحنا بنروي موجود، واحنا بنحش برسيم موجود. واحنا بنزرع الغله موجود. كان زمان ابو اردان صديق الفلاح. وما زال. شكرين يا عم احمد. ربنا يبارك لك في ارضك. ربنا يبارك لك في ارضك. دي بقى المرحلة الثانية من مراحل تجهيز الأرض. المرحلة الأولانية احنا بيناها لحضراتكم
واحنا راكبين الايه الاوتومبيل، والاوتومبيل بيحرط الارض. دي المرحله الثانيه بقى من مرحله البذر. شايفين عم محمد صاحب الارض الراجل عمال ايه نازل بدر كده ومديونه شويه تقاوي، انما ايه فله يعني. بيقول لك بقى دي المرحله الثانيه. في مراحل ثالثه بقى ورابعه.